US عرب ميديا للإعلام تقدم لكم المسابقة الرمضانية قصة مثل شامي من بطولة النجم العربي محمد الشماط، كتابة السيناريو الإذاعي وليد الخالدي، ومن إخراج استديو زرياب حسن حامد. يأتيكم هذا البرنامج برعاية كل من ألو احنا هنا في نجاحنا هو في المدرسة. ألو احنا هنا في نجاحنا هو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. ألو احنا هنا. همادي Educational Services، المؤسسة التعليمية الرائدة، تقدم خدماتها لأبناء الجالية الكرام من خلال 4 مدارس في مناطق ديربون هايتس، وستلاند، ستيرلينغ هايتس، وديترويت. مناهج دراسية معتمدة من الولاية مع تعليم اللغة العربية. جميع المراحل الدراسية من الصف التحضيري إلى نهاية المرحلة الثانوية. تنمية المهارات القيادية وإثراء التنوع الثقافي. حاصلة على جوائز عديدة ضمن أفضل المدارس للتعليم الأكاديمي في ولاية ميشيغان. التسجيل مجانا، لا توجد رسوم. التربية والتعليم رسالتنا. للاستعلام يرجى الاتصال على الرقم 313-565-0507 صالات جميلة لمناسباتكم السعيدة. ترحب بالجالية العربية والكلدانية. أجمل القاعات لمناسباتكم السعيدة من حفلات ومؤتمرات. تتسع القاعات لأكثر من 1000 شخص. خدمة راقية، أسعار مناسبة. تذوقوا ألذ الأطعمة الشرقية والغربية وبأسعار خاصة ومناسبة لجميع المناسبات. تقع القاعة على 35100 فان بون رود في مدينة وين. للحجز اتصلوا بهم على 734-728-3020 734-728-3020. منوجه تحية من أنجي دايما بديربون ميشيغان لكل العالم الإسلامي ولكل المسلمين في العالم، ونتمنى لهم عاما سعيدا، ونتمنى أن يحل السلام على بلادنا وعلى شعوبنا في جميع دول العالم يا رب. وبهذه المناسبة السعيدة نتمنى من الجميع أن يزورونا في محلنا في ديربون، لأننا أحضرنا أحدث الموديلات من قطع الألماس ومن الذهب وبأسعار متهاودة جدا ومعاملة فريدة من نوعها في هذا المحل. شكرا جزيلا لصوت العرب في أمريكا على هذه الفرصة، وكل عام وأنتم بخير. يلا قولوا منك حكاية شي قصة ورواية. منك حكاية شي قصة ورواية. منك حكاية شي قصة ورواية. هاي تكرم عيونكم. أبو يحيى أبو يا عمي خالي أبو يا. أبو يحيى أبو يا عمي خالي أبو يا. هاتوا الطربوش والإنبال، هاتوا الشالة والعكاز، هاتوا الطربوش والإنبال، هاتوا الشالة والعكاز. رح بحكي كل يوم قصة على أمتار الشامية. رح احكي كل يوم قصة على أمتار الشامية. أبو يحيى أبو يا عمي خالي أبو يا. أبو يحيى أبو يا عمي خالي أبو يا. بدنا منك حكاية شي قصة ورواية. بدنا منك حكاية شي قصة ورواية. كل يوم رح بحكي قصة خالي. استنونا شاف يا أبوش. ايه سيدي صليتوا على النبي؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا نبي. جهزتوا الليستة بالعائلات المستورة؟ تفضل اخي ابو نياح.
هاي ليستا بأسماء حارة الحدادي. اي وهاي ليستا بأسماء حارة الجوزي وحارة النهر. وين الليستا؟ من كل بيت بكرة بتكون جاهزة بإذن الله أخي أبو رياح. إن شاء الله. وحارة الورد هاي تركوها علي أنا يا أخوان. وكلنا على الله ونعمل اتكال. ونعمل اتكال بإذن الله. بكرة الصبح ننزل على السوق منأمن هالمونة مثل السكر والطحين والشاي والرز وخلافه. هاي شغلتك أخي معروف، أنت بتعرف بالأسعار أكثر واحد فينا. الأسعار والسوق شغلتي، بس عمل الخير شغلتنا، مو هيك يا جماعة؟ تمام. شو ما في حكاية اليوم عمي أبو معروف؟ هلأ خلينا نشرب كاسة هالشاي وتكرم عينكم. الله محييك عمي أبو معروف. حاكم الله وكيلك، حكاياتك بفوتوا بالأعل وبالقلب على قد مو حلوين ومفيدين. اي سيدي هذا بيتي تاركه من زمان، صحيح قديم بس على قدك، ما بده غير شطف ومسح. وقديش اجار هالبيت يا اخوي يا معروف؟ يلي بتقدر عليه. الله يبارك فيك يا اخوي، والله بتستاهل ان اغني لك. لا 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 تغني، يستر عقضك هلا ببطل اجواك البيت. خير ابن عمي، كانك مو على بعضك. والله هاكل هم توزيع الموني على اهل الحاره. ليش اكل هم؟ مو كل الاسماء صاروا عندك؟ مزبوط، خايف نكون نسيانين حدا وبعدين نقول يا حيف ويا ندم. إيه لا تاكلهم تقبرني، طالما كباري الحاره مهتمين بالموضوع ان شاء الله ما بتنسوا حدا. المهم خبرتي اهلك مشان يجوا يفطروا عنا يوم الجمعه؟ لازم نعزم اخواتك مشان واجبك. مو مشكله، يا كل اللي بيجوا سوا بيكون احسن. لا تنسي اختك خديجه وجوزها، خلينا يجوا معهم. وعمتك فكريه، حرام شنو عايشه لحالها طول عمرها. انك الله يجبر بخاطرك يا رب. الله يحفظك. يا بي بس هيك البيت رح ينعجي، ويا دوب الأرض اللي ديارك تسعنا. أحسن لك ابني، الجمعة برمضان وصلة أهل الرحم بين الأهل هي من السنة. والله يا بي إنك كبير الحارة وبتعرف بالأصول. بدي إياك تنتبه وتتعلم. إن شاء الله يا بي، ما يكون لك فكرة. الله يرضى عليك، روح توضى وخلينا نلحق صلاة الجمعة. يلا يلا دقيقة يا بي. يلا كل الأسماء مسجلة ولا نسيت حدا من حارة الورد؟ الكل مسجل، حتى الأرامل واللي ساكنين لحالهم مسجلين. حارة النعناع كله موجود. المهم ما ننسى حدا، حاكم الدنيا رمضان والميسورين كتار. الله ما بينسى حدا عمي. على بركة الله. يلا السلام عليكم. الله معك. بيقول لك أبي عبي لي زبدية فول وهو بيدفع لك بعدين. مين أبوه؟ الكندرجي. إيه مو على عيني. شوية حمص على وشهم. تكرم، وهيك بجاية كاملة حمص. سلم لي على أبوه. السلام عليكم. بأمان الله. إذا كنت امرأة عاملة وتبحثين عن مكان آمن، بيئة صحية تعليمية وتربوية متكاملة لأبنائك، إذن لابد أن تزوري حضانة Dreamy Children Centers، مؤسسة تعليمية تربوية تقدم كافة الخدمات والبرامج الخاصة لأطفالكم من سن الرضاعة وحتى سن 12. تعمل Dreamy Children Centers لأطفالكم على مدار العام وتقدم لأبنائكم برامج متميزة مع خدمات النقل والترفيه، مجازون من قبل ولاية ميشيغان ويقبلون FIA وبرنامج مانتوسوري. تقدم وجبات غذائية صحية أسعارهم مناسبة ومدروسة. تفتح Dreamy Children Centers من الاثنين وحتى يوم الجمعة من 6 صباحا إلى 6:30 مساء. اسألوا عن البرنامج التعليمي المجاني لعمر 4 سنوات أو زوروهم على 37373 ديكوندر رود في مدينة تروي. للمعلومات اتصلوا على 248-680-9170 248-680-9170 Dreamy Children Centers، المدرسة الحلم لأبنائكم. زياد عكل انسان يا قلبي.
بيتها عيلة عريقة بترويها منتجات أصلية جودتها بتشهد إلها إلها وكبرت معنا كل بيوت تلاقيها العيلة وجيراني وأهلي ما بدوروا إلا عليها لأنه زياد يا جدي بتجيب المنتج بلدي بلدي وبتخليني أتذكر أصالة وعراقة بلدي أجود المنتجات الغذائية من عائلتنا إلى عائلتكم يلا شباب بدنا همه الله يرضى عليكم معلمي شو مشان تنكات السمة خليهم برا ولا فوتهم فوتهم لجوه شنو اليوم ما عندنا اللحن نوزعهم أنا بكرة بوزعهم حسب الليستة طيب ليش ما نوزعهم هلأ معلمي بركي الناس بدها تطبخ لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الشيء مو شغلك عشية نحن نتصرف ايه حاضر لويش بتحشر حالك شيء ما يخصك يا حبيبي حتى انت اغني لك عشان تفهم بخيلك غني على نصتك اخي ليش مستعجل وين رايح لك لعند ابوك بالقهوة هلأ بيكون عم يسأل عني حاكم المونة رح توصل اليوم لك اخي بكره عندي اول يوم عند الخياطة بدي اياك توصلني وتجيبني ايه الخياطة قريبة من هون فيك تروحي وتجي لحالك انا بعرف الطريق مالي صغيرة بس لازم انت توصل لي معقول امشي بالحارة لحالي واخي قد الشنطة شو؟ بقصد لازم تمشي معي حتى ارفع راسي فيك قدام الناس لك اخي ايه اذا هيك تكرم عينك اختي الهي تحقق مرادك وافرح فيك لك اخي انت وبنت الحلال سعاد نعم ومين هاي سعاد؟ يلي بدها تسعدك لك اخي ايه بطلت وصلك ها؟ يعني تضايقت لاني جبت لك سيرة سعاد ايه ستي لانه ما صار شيء وانا ما بحب المقلسة والله ما عم بتمقلس شو متمنية شوفك عريس وساعتها لحتى تشوفني عم برقص لك لنص الليل ايه مشكورة اختي بس هلا مو وقتها قديش صارت الساعة اخرتيني يحرق حريشك شو بتلهي اللي عمره ما التها اسفة لك اخي وهلا شو بدي اقول له لأبي يلا يلا الله معه ما قال لك أبوك ليش هالتأخير؟ إيه أكيد قال لي بس قلت له أني غطيت بالنومة وإنت شو صار معك يا حماد؟ ويش تقول؟ لك شو صار معك ببيت أبو معروف؟ أوعك تكون نسيت تدفع له الأجار ها؟ حاكم عمي أبو معروف ما بدنا نضايقه ولا يهمه دفعت له أجار كل الشهر والله طلعت جدع وابن أصل الله يبارك فيك وإنت يا رياح ودي أعرف شو صار معك مشان الشغل؟ إن شاء الله قريبة أنا عفكر أحكي مع أبي بركي بيحكي لي مع أبو قاسم شاني شغلك بالقهوة مع زقزوق الله يوفقك والله بتستاهل غني لك لا تغني أحسن ما بطل أحكي معها الله يعطيكم العافية جاي خالصين عمي أبو رياح تأمرنا بشي غيره ما بدي غير سلامتكم مشكورين فضل هي إجرة التحميل والتنزيل وزع لي إياها بمعرفتك على الشباب لا يا عمي أبو رياح نحن متبرعين بأجار الحمولة لأهل حارتنا لك عمي انت عندك عيال شو ذنبك انت ورفقاتك تشتغلوا ببلاش الاجر والثواب عند الله اهم من اجرة الحمولة بس يا ابني عمي صحيح نحن ما عنا شي نقدمه للمحتاجين بس لازم نشارك ولو بتعبنا على الاقل مع اهل حارتنا مو هيك كانت خطبة الجمعة عمي الله يبارك فيكم بعدين سعرنا بسعركم والمثل شو بيقول شو بيقول المثل سيدو سلامة معرفتك ابو رياح مو نحن اللي لم نقول المتى خلي المستمعين هن يلي لازم يقولوا المتى هاي غلبتني فيها لكان إذا كنتوا شاطرين عرفوا المثل سامحونا خالي المثل بيقول يلا قولوا منك حكاية شي قصة ورواية منك حكاية شي قصة ورواية منك حكاية شي قصة ورواية يا تكرم عيونكم أبو رياح يا أبو رياح عمي خالي أبو رياح
هاتوا الشالي والعكاد، هاتوا الطربوش والإنبال، هاتوا الشالي والعكاد. رح بحكي كل يوم قصة على الأمتار الشامية، رح بحكي كل يوم قصة على الأمتار الشامية. أبو يحيى أبو يحيى عمي خالي أبو يحيى، أبو يحيى أبو يحيى عمي خالي أبو يحيى. بدنا منك حكاية شي قصة ورواية، بدنا منك حكاية شي قصة ورواية. كل يوم رح بحكي قصة خالي، استنونا لك يا أبو.